فين أم العروسة؟ مش معروفة؟ أم العروسة فين؟ طب إذا سمحتي بليز تعالي، بس عايز أقول لك أشير إلى أشياء معايا. دي أخت العروسة؟ على فكرة أولا يعني أدي أم العروسة تسريفة كبيرة ليها. ان فيفي عندها عزه، كانوا فاكرين ان بنتها الوحيده هي هناك. عزه بقى هي اول ما دخلت الورد جيم من يمكن كذا سنه كده، هي صغيره بس هي اسمها ما شاء الله طالع بامها، يعني الله اكبر. اول عيد ميلاد اتعمل لها قال له فيفي رحنا عندنا لها غنوه، فكانت وقتها بقى ما بتتكلمش الا فرنساوي. ايوه نسيته دلوقتي. فقلت لها يعني عملنا قطه بعدين نقول هابي بيرثدي، فعسى قالت ايه؟ فرير جاك فرير جاك، فاكره دي؟ اما ام العروسه فبالنسبه لي انا ليا معاها اكثر من ذكرى حلوه وجميله. احب بس قدام كل الملأ اقول اللي حصل من تقريبا 20 سنة في بداياتي، كنت في لبنان بعمل فيلم في دور صغير. لا 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 ايه؟ يا صلاح بقى بلاش 20 يعني؟ من 10 سنين. المهم انا عايز اقول ايه؟ 15 لان كان لبنان مضروبة ايامين. قبل ما تضرب